وتتوالى التقارير الإعلامية حول تحول المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية إلى سوق لتصريف المواد المخدرة مستهدفة فئة الشباب واليافعين، وسط تزايد نشاط العصابات التي تروج للمواد المخدرة ذات التأثير العقلي في المحافظات السورية. تقارير إعلامية أفادت أن المخدر المعروف باسم كريستال ميث، المشتق من مواد تؤثر في الأعصاب والدماغ، يشهد رواجاً ملحوظاً بين فئة الشباب واليافعين في مدينة السويداء جنوبية سوريا، في خطوة خطرة لما أسمتها بأطراف مجهولة تحاول تعزيزه داخل المجتمع. جهات غير معروفة تقف وراء إيصال نوع كهذا من المخدرات إلى السويداء بحسب تلك التقارير، غير أن ما تم التأكد منه أنها آتية من مدينة حمص عبر عناصر وضباط محسوبين على قوات الحكومة السورية في الفرقة الرابعة والأمن العسكري وأخرى تابعة للنظام الإيراني وجماعة حزب الله اللبناني دون ترك أي دليل وراءها. رواج تجارة المخدرات وفق مصادر إعلامية بات أمراً اعتيادياً في مناطق سيطرة الحكومة السورية، حيث باتت تباع في محلات البقالة والألبسة، وأصبح الحصول عليها أسهل من الحصول على ربطة خبز أو اسطوانة غاز، وذلك عبر عصابات تتمتع بنفوذ كبير بين الضباط وقادة الفصائل. وكانت صحيفة الغارديان البريطانية قد كشفت في تقرير لها قبل أيام أن سوريا أصبحت دولة مخدرات ومركزاً عالمياً لإنتاج حبوب الكبتاغون المخدر الذي بات تصنيعه مكسباً تجارياً في مناطق سيطرة الحكومة وينمو لينافس الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد السوري.